السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من زاد الحجيج. وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الأستاذ سيدي شفيق الإدريسي. فضيلة الأستاذ أهلا ومرحبا بك، نواصل السير في هذه الرحلة المباركة التي شارفت على نهايتها، يعني بعد الطواف وبعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقف عند معنى آخر اللي هو صلاة الحاج ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حقيقة هذه الرحلة الحج يعني رحلة عجيبة جدا. إنسان كيجي من بلاده من المغرب يوصل لمكة، ومن بعد مكة يمشي للمنان، ومن منان يمشي لعرفة، ومن عرفة يجي المزدلفة، ومن المزدلفة يجي المنان، ثم ينزل من منان المكة بحال اللي شفنا خصو يدير طواف الإفاضة اللي هو ركن من الأركان، وبعد ذلك يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون فاتحة وقل الله أحد في الركعة الثانية، ونتفكروا بأن هذه جوج ركعات لله على سنة رسول الله تخليدا لإبراهيم عليه السلام الذي كان أمة قانتا لله حنيفة، وهو إمام في الولاء والبراء وإمام في التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وبعد ذلك نذهب إلى الصفا والمروة، وبعد ذلك نشرب من زمزم ثم نعود إلى منى. هذه الرحلة يعني يأتي الإنسان من بلده إلى مكة، ومن مكة ينطلق إلى منى، ومن منى إلى عرفة. مثل الإنسان يخشع في عرفة، يقول له وخصوص الإنسان كيخشع منين كيجي وقت المغرب، يقول له يا ربي أنا خشعت دابا في أحوال إيمانية روحية زوينة بزاف، خليني نصلي هنا. يقول له لا، ياك أنت عبد بعتي راسك ليا غادي تصليها في المزدلفة، عندما تبيت في المزدلفة وتخشع وكذا قل له يا ربي خليني نزيد واحد شي شويش حتى تطلع الشمس. يقول لك لا، تمشي لمنن، عندما تكون تذهب الى مكه ثم تعود الى منن. هذا الانتقال الانسان من مكان الى مكان طاعه لله عز وجل يعلم الانسان ان يكون غريبا في هذه الدنيا. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، حتى لا يأنس الانسان بشيء الا بالله عز وجل، فينتقل من مرحله الى مرحله. اذا جينا فعرفة تجلى الله تعالى بالرحمة، ثم تجلى بالرحمة في المزدلفة، ثم بعد ذلك نشمر في رمي الشيطان في أنفسنا برمي الجمار، هذا يعني هذا من ناحية الرمزية نرميه في أنفسنا، ثم الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في كل شعرة من الخروف حسنة، ثم بعد ذلك كل شعرة نحلقها يعطينا ثلاثة ديال الحسنات وهي ما بين 100,000 و150,000، ثم نذهب إلى طواف الإفاضة. قلنا كنبدأ بالحجر الأسود وهو إشارة أننا ندق الباب على الله عز وجل، ثم نبدأ في الطواف ونحن نقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك بسم الله والله أكبر، ثم يبدأ الإنسان ويعبر عما في قلبه من العبودية لله تعالى بأي لغة بغيتي، بالأمازيغية بمختلفها، بالريفية، بالشلحة، بالسوسية، بالحسانية، بالدارجة، بأي لغة، المهم يكون من القلب تعبر وقل اللي بغيتي. قرأ القرآن الكريم، صلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم، كل شوط يعني منين كتوصل الركن اليماني كتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ها كملتي الشوط الأول الله أكبر، ما توقفش غير توصل لهذاك الضوء اللي هو أخضر على اليمين ديال كل ذاك الطرزات الربعة اللي كتدل وكترمز بأنك وصلتي للحجر الأسود، الله أكبر، وتزيد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. الجسم القالب يطوف سبعا من حيث العدد، ولكن الروح تطوف إلى ما لا نهاية، لأن العبد يسير إلى ربه إلى ما لا نهاية. منين كيسالي الإنسان هو لابس الحوايج ديالو العاديين، يقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي هذاك الجوج ركعات اللي هضرنا عليهم في مقام إبراهيم. الله تعالى قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم مقام كبير جدا، لأنه قد فاضت مشاعر من إبراهيم الذي أراد أن يعلي بيت الله لعلو أمر الله تعالى في نفسه، فساخت قدماه في ذلك المكان. ثم نذهب إلى السعي من الصفا والمروة ونحن نتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونقول نبدأ بما بدأ الله به، ثم نرقى على الصفا ونتجه إلى القبلة ونتجه إلى الكعبة، ونجد أن الركن الذي يقابلنا هو الحجر الأسود. ومن أراد الآخرة والإنسان ينظر إلى جزء من الجنة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لين توقف
فوق الصفا تقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا كله نفي للشرك وبناء للتوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، والله تعالى يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وأذكار الحج وأدعيته كلها تفيض يعني توحيدا ونفيا للشرك. لا، لقيتك بقرابها مغفرة. فيكون الإنسان فوق الصفا ثم فوق المروة ويفعل هذا سبع مرات، والسبعة تعني للجسم للقالب سبعة، ولكن تعني للروح ما لا نهاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقتم كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو وتروح، ماذا نفعل في الصفا والمروة؟ نغدو ونروح من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيدنا إلى الجنة. فلذلك حكاية الحج من أولها إلى آخرها هي رحلة للعودة إلى الجنة، العودة إلى أصلنا. إذا أردت أيها الحاجة والحاجة أن يعيدك إلى أصلك فعود إلى أصلك، بمعنى كن عبدا لله تعالى متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنهى الإنسان الأشواط السبعة وهو يرمل يجري بين الميلين الأخضرين ما بين الصفا والمروة 394 متر، ولكن هذوك جوج الميلين الأخضرين فين كاين البلاط الخضرين دابا 70 متر. فذاك المكان الإنسان يسرع فيها، حتى المرأة لا تجري ولكن تسرع، لأننا نحن الرجال نجري لأننا خطونا على خطو أمنا هاجر عليها السلام. فلذلك هذا تكريم للمرأة، هذا أعظم تكريم للمرأة. يعني ما كرم دين ولا حضارة المرأة كما كرمها الإسلام. يعني بغى يقول لنا سيدي ربي بغيتي وتكملوا الركن من أركان الدين ديالكم الذي هو الحج، أركان الدين ديالكم وهو الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لا يمكنكم ذلك لا في العمرة ولا في الحج. لا، لأنه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. لا يكتمل لك هذا الركن الذي تكمل به دينك إلا إذا سرت على خطو ومنهج امرأة التي هي أمنا هاجر عليه السلام، الموقنة في ربها وهي ضعيفة من نفسها ولكن كان عندها يقين. نعم. ولكن هذا اليقين دفعها إلى ماذا؟ دفعها إلى أن تأخذ بالأسباب كما هي أخذت بالأسباب. ثم نأتي إلى زمزم، عندما ننتهي نأتي إلى زمزم ونشرب. لماذا تأخر شرب زمزم هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالقران، وذاك السعي دياله في الأول عندك القارين والمفرد، إذا سعى في الأول يكفيه لحجه بالنسبة للمفرد ويكفيه لحجه وعمرته بالنسبة للقارين، ليشبه فعلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما فعله وأنه قد شرب من زمزم. فنترك زمزم نحن بعد السعي في الصفا والمروة. إذن بعدما ننتهي من الصفا والمروة وهذه الدروس والعبر التي نستخلص منها، نذهب إلى زمزم ونتذكر هذه المرأة العظيمة التي من أجلها ومن بركتها نبعت زمزم. زمزم نبع باليقين، نشربه باليقين ونحن نضل الله عز وجل. ثم نعود إلى منى، المبيت في منى في ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر واجب لا بد منه، والمبيت الكامل هو الأفضل. والذي عنده ظروف وقضى أكثر من نصف الليل حسب من المغرب حتى الصبح يشوف شحال، مثلا 12 ساعة، إذا قضى 6 ساعات ونص مثلا ولا 7 ساعات يمكنه أن ينصرف. ولكن الأمثل والأفضل أن يمكث الليل كله لأنه في ضيافة الله عز وجل. من الآن فأيام تشريق نهار الأول شنو قلنا؟ في يعني في يوم التروية. نعم. منى كانت غرفة الانتظار والاستعداد. نعم. الآن منى غرفة الإنعاش. لما؟ إن الإنسان ولد جديدا، إذا ولد جديدا الإنسان مولود جديدا يكون يعني ضعيف جدا، لا بد أن نحميه في منى، في هذا الرحم قلنا بأن منى رحم. فلذلك لا يريد الله عز وجل الإنسان أن يذهب إلى مكة والماركات التجارية والأسواق، أراد أن يحتفظ به هناك. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. غير من جمرة العقبة انتهت التلبية، باش نبدأ يعني من انتهت التلبية نبدأ بالتكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شنو الحكمة لا إله في الله أيام من أيام أكل وشرب والذكر؟ نعم. شنو الحكمة؟ عندما ننتهي من العبادات دائما نحتفل، ننتهي من رمضان يأتي عيد الفطر، ننتهي من عيد الأضحى والحج
يأتي عيد الأضحى ويأتي الذبح الكبشي ويأتي التزاور ويأتي يعني النهدي من كبشنا وأن نعطي لجيراننا إلى آخره. دائما وراء الطاعات عندنا الفرح، ولكن يكون الفرح يعني في نطاق الله عز وجل. فلذلك منن في هذه الأيام هي بمثابة غرفة الإنعاش، يحافظ الإنسان على نسكه وينسج العلاقات الطيبة، لأن في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي الأماكن الأخرى الناس يمكن لي يحج معك الإنسان في نفس الفوج، يكون فيه مئات الناس ولا ما تعرفوش، ولكن وقتاش تعرفوا منين كتكون في مينان انت وياه عندك 50 سنتيم، هذاك الفراش اللي يعطيوك هو يعطيه 50 سنتيم، وكتكونوا قراب حدا بعضياتكم، والخوات الحاجات كيكونوا حدا بعضياتهم، تما كتنسج العلاقات الاجتماعيه، العلاقات الطيبه. نعم، اذا ذاك المبيت ديال ليله الحادي عشر والثاني عشر واجب. وشنو الواجب الاخر اللي عندنا؟ عندنا رمي الجمار نهار 11، عندنا الجمره الصغرى كرميوها 7 ديال حصيات، ونتذكروا بأن بكل حصى تكفر كبيرة، ونتذكروا ذاك الشيء اللي دار سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وأمنا هاجر مع الشيطان من جاب غي يثنيهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ندعو، يعني كنتقدموا شوية على اليمن إذا قدرنا، ندعو يعني دعاء ونحن نتوجه إلى القبلة، نتوجه إلى الكعبة، نتوجه إلى الحجر الأسود الذي هو رمز الجنة. كأن كل ما نفعله في عرفة، في المزدلفة، في منى، في رمي الجمار، في المبيت، في الصلاة، إلا ونحن نتوجه إلى من يمثل الجنة في الأرض الذي هو الحجر الأسود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، إنما سودته خطايا بني آدم، وسيشهد لكل من استلمه بحق، بمعنى توجه إليه ماديا أو معنويا أو أشار إليه كما تقدم معنا. ثم نذهب إلى الجمرة الوسطى ونرميها من ما بغينا، ثم نذهب الآن يسارا ثم ندعو، ثم نذهب إلى جمرة العقبة هذيك اللي رمينا البارح نهار ديال العيد، فنرميها بسبع حصيات ولا ندعو مع بعدها. كل جمرة وراءها جمرة مراها دعاء، وكل جمرة ليس وراءها جمرة ليس وراءها دعاء. فلذلك الجمرة الأخيرة لا يكون بعدها دعاء، الدعاء فقط بعد الجمرة الصغرى على اليمين والجمرة الوسطى على اليسار. والغد ليه نهار 12 نفس الشيء، نرمي الصغرى ثم ندعو على اليمين، والوسطى ثم ندعو على الشمال، ثم نرمي الجمرة العقبة ونذهب. ونحن نتذكر أن عند العقبة التقى المكي باليمني بالمدني، والتقى الشريعة ببناء العقيدة العمران والوجدان، يعني يهيئ الإنسان نفسه، قد تهيأ بالتلبية بالتهليل بالوقوف بعرفة، يتهيأ لكي يكون مطيعا ويكون منهجه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندما ينتهي من هذا، إذا أراد أن يتعجل له ذلك نهار 12 غير يخرج قبل المغرب مثلا، تهيأ يخرج وغربت عليه الشمس ما عليه والو، يخرج ولو زعما إذا كان زحام في الطريق يخرج، وإذا بقى حتى النهار 13 يكون أحسن، يعني يكون أحسن، يكون درس سنة وقتها، يكون السنة لا هو يعني التعجل سنة والتأخر سنة، كلاهما سنة الله عز وجل قد خيرنا. اللي زاد نهار 13 يرمي الجمرة الصغرى ويدعي، والوسطى ويدعي، والكبرى، ثم ينصرف إلى مكة. ماذا يبقى في مكة؟ يبقى طواف الأدب مع الله. نعم، عندما يحين. لماذا أسميتمه طواف الأدب؟ أسميته طواف الأدب مع الله عز وجل لأنه يعز علينا، نسميه طواف الوداع. أودع من؟ الله تعالى معي في قلبي وفي كل مكان. نودع حرم الله؟ ممكن. أنا سميته طواف الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من أجمل ما شاهد فضيلة الأستاذ أن في هذا الطواف يعني لاحظت أن الناس تبكي بكاء من يفارق الولد. نعم، هو في الحقيقة يعني من يعرف هذه المعاني، الجسد يودع ولكن القلب والروح يبقى هناك. القلب والروح هو مع الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يودع الجسد، أما الروح لمن يفهم هذه المعاني يبقى هناك. الإنسان يعيش مع الله دائما، العبد هو الموصول بالله سبحانه وتعالى دائما. فنبدأ بالحجر الأسود ونحن لابسين الثياب ديالنا العادية: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، بسم الله الله أكبر، ويبدأ الإنسان في الدعاء. وقتش مدعيتي أكثر الناس، أكثر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء من الأموات، وتدعو لأمتنا ولشعبنا ولملكنا حفظه الله للجميع. قتش ما كان عريض إلا جاء الملك الموكل بك ويقول آمين ولك بمثل، فتبدأ بالحجر الأسود وتعود إليه من توصل للركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وعندما تكمل سبعة أشواط تصلي ركعتين في مقام إبراهيم بذلك الكيفية اللي قلنا، ثم بعد ذلك نمشيو لزمزم، شربوا من زمزم ونحطوا ونصب على الرأس إلى آخره إلى آخره، بعد ذلك نرجع إلى الحجر الأسود، دائما بعد زمزم نرجع إلى الحجر الأسود من بعيد. الله أكبر. كانت البداية الفعلية بالبداية من الحجر الأسود من بغينا نطوف الطواف ديال العمرة. نعم. دابا آخر شيء نفعله هو الحجر الأسود، وكانت بدايتنا في الجنة، ونحن نرجو من حجنا هذا أن يعيدنا إلى الجنة. فالبداية من الحجر الأسود إشارة إلى الجنة، والعودة إليه ويكون آخر ما نفعله الجنة، فعل خير أن تكون هذه الرحلة عودة إلى الجنة. في مشعر منن آخر حاجة دارها الحاج هو أنه يعني رمى الجمرات، يعني رمى الحجر في مكة، تقبيل الحجر. أستاذ الكريم، هنا إشارة ممكن توقفنا عندها شوية. شوف، العبد لله عز وجل يطيع الله تعالى على كل أحيانه، يعني قد نفهم الحكمة أحيانا وقد لا نفهمها. ابن حزم الظاهري قيل له ما الحكمة في هذا الحكم؟ قال أما يكفيكم حكمة طاعة الله ورسوله والدخول إلى الجنة والنجاة من النار؟ ليس بالضرورة دائما أن نفهم الحكمة، فلذلك أمرنا أن نقبل الحجر إذا استطعنا، أو نلمسه إذا استطعنا، أو نشير إليه استطعنا، والركن اليماني أمرنا إذا وصلنا إليه أن نلمسه فقط ولا نقبله ولا نشير إليه إذا كان إذا كنا بعيدين عنه، وأمرنا أن لا نلمس الركن العراقي ولا الشامي ولا الحطيم ولا أي شيء، في حين أننا أمرنا أن نرمي حجرا. هذه أمور رمزية، ديننا فيها رمزيات كبيرة جدا، ولكن لكوننا أننا ماد فينا المادة وفينا الروح وفينا النفس، يشبع ما فينا من المادة بهذه الأمور، ويشبع ما فينا من الروح من الأمور الروحية، ويشبع ما فينا في يعني في الجانب النفسي فيما يتعلق بالتزكية والتجرد لله سبحانه وتعالى من كل شيء، حتى من الاسم العائلي والشخصي وكل شيء، وأن يتخلق الإنسان بأخلاق العبد لله تعالى الذي يرى في غيره من العبيد بابه إلى الجنة. فلذلك الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلى الجنة هو الذي يولد الأخلاق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الناس، مع الله عز وجل بالمحبة والرجاء والخوف، ومع رسول بالاتباع خصوصا في خلقه، ومع الناس بكف الأذى عنهم وببذل الندى لهم، وهذا يظهر أثره عندما يعود الحاج من هناك. نعم. شوف دابا القمر، القمر إذا توجه للشمس كياخذ الأنوار دياله، ولكن إذا حجب بالكسوف لا يضيء. لماذا؟ لأنه لم يأخذ الضوء. الحاج يأخذ الأنوار من الله عز وجل، الحاج الحقيقي الذي فهم حقيقة، إذا عبى يعني عبى من أنوار الله عز وجل وأخذ من هذه الأنوار، ذلك سينعكس عليه، خصوصا أن الله تعالى قد وجهنا في آخر الآيات التي تتحدث في الحج في سورة البقرة، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، بمعنى حافظوا على حجكم، حافظوا على ثوابه، فلا يختلسنه الشيطان منكم فتدخلون في حديث المفلس، فيأتي الإنسان يوم القيامة له إثم الحج ولكن موضوعه وأجره يكون قد ضاع والعياذ بالله. فضيلة الأستاذ، جزاك الله بكل خير، نسأل الله عز وجل لنا ولكل يعني من يتمنى الوصول إلى هذا العبادة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجة مكتملة المباني والمعاني بإذن الله عز وجل. كلمات جميلة وقفت عليها في المقامات الرملية يلخص فيها حقيقة الحج. لا تظن، يتوجه بالخطاب إلى الحجاج، يا حجاج بيت الله، لا تظن الحج اختيار الرواحل ولا قطع المراحل ولا تخال النسك مفارقة الأوطان والولدان، بل الحج اجتناب الخطية وإخلاص النية، وهذا الذي تفضلتم به طيلة هذه الحلقات المباركة. جزاكم الله بكل خير، نلتقي بإذن الله عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفضائل والآداب. شكرا جزيلا لك مرة أخرى فضيلة الأستاذ، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.